مرحبا بكم. الإنسان في الأصل يحب عمل الخير، ولكن مع تطور الحياة أحيانا يفقد الإنسان شعوره بما حوله ولا يرى غير نفسه. في هذا الفيديو جمعنا لكم بعض المواقف التي تثبت أن هناك من يتمتعون بالإنسانية مع كل ضغوطات الحياة. ولكن قبل أن نبدأ، سجلوا إعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. في هذا المقطع سترى مجموعة من الناس يهاجمون كلب البحر ويقومون بإيذائه. يبدو الأمر سيء ومخيف بالنسبة لك، ولكن الأمر ليس كما تعتقدون، فهو يحاول علاج كلب البحر، وهذه الطريقة الوحيدة لكي يتمكن من علاجه. الثعابين حيوانات خطيرة للغاية، وهناك الكثير من الناس يقبضون عليهم ويجمعونهم معا في شوال، ولكن هذا الرجل يحررهم مرة ثانية. هذا الكتكوت الصغير الذي كان سيموت من العطش، واحدا ممن وضع الله في قلوبهم الرحمة يحاول أن يسقيه الماء في مشهد مؤثر جدا. هذا الطفل الصغير يساعد القط في شرب المياه. مهما كان الحيوان خطيرا، إذا شعر منك بالأمان فلن يؤذيك مطلقا. هذا المقطع أكبر دليل على هذا. دائما ما نرى الحيوانات في الشوارع والطرقات يعبرون الطريق ويحاولون تجنب السيارات، ولكن ليست كل ردود الأفعال واحدة، فهذا الشخص قرر أن يساعد القط الذي يحاول عبور الشارع. هذه المرة حيوان لا تجده في الشارع بسهولة. هذا الرجل رأى سلحفاة في الشارع وقرر أن يساعدها في العبور. مهما كان الحيوان مخيف، فهو في النهاية كائن حي. هذه محاولة لحماية بوما. لن تكون الحيوانات كلها محظوظة ليجدوا شخصا يساعدهم مثل هذا الإنسان. هذا الفيديو أيضا ملفت للانتباه لإنسان يقوم بإطعام الفراخ الصغار. بسبب الإنسان يتعرض الكثير من حيوانات البحر إلى الأذى، وهناك فرق خاصة تحاول جاهدة إنقاذ هذه الحيوانات البحرية. حبس الحيوانات غير منطقي بالمرة، وردة فعل هذه الحمامات عند فتح الأقفاص هي دليل على هذا. مساعدة أحد الطيور في شرب مياه نظيفة. جروان صغيران في الشارع وحدهما لا يمكنهما العيش هكذا، ولكن هناك أشخاص لا يمكنهما التصرف بسلبية مثل هذه السيدة والتي قررت تربيتهم والاهتمام بهم. هذا الرجل الذي يساعد الحيوانات الجرحى ويعيدها مرة أخرى للطبيعة، رد فعل الغزال يكفي على هذا.
الفيضانات لا تؤذي البشر فقط، بل تؤذي الحيوانات أيضا. وهذا الرجل يحاول مساعدة الجرو الصغير حتى لا يغرق. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.